برحب بحضراتكم مشاهدينا مرة تاني في هذه الفقرة الرئيسية والمهمة. ولما بنختار ان احنا زي ما قلت حضراتكم نطرح هذا الموضوع بيبقى بناء على الحاجات اللي حضراتكم بتبعتوها لنا وبتتواصلوا فيها معانا وتجارب الناس واكتر حاجات الناس ممكن تعاني منها. وزي ما قلت ووضحت للمرة الثالثة احنا بنتكلم علشان بعض السلبيات تقل ما تكونش موجودة والحاجات الكويسة اللي معمولة عاملها الدولة تزيد اكتر وتقفل الأبواب الخلفية على الناس اللي بتعمل مصالح وتسهل تعامل الناس مع الجهات الحكومية زي الشهر العقاري زي المحاكم زي النيابات وغيرها من الجهات الحكومية. عشان كده النهاردة هنتناقش في هذه الفقرة القانونية اللي بيشرفنا فيها أستاذ إيهاب عطلة المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة والمتخصص في شؤون الشهر العقاري. أهلا بيك أستاذ إيهاب. أهلا وسهلا بيك. شرفنا ونورنا. نورك ربنا يخليك. شرفنا كمان في الاستوديو الأستاذ ديفيد عادل فاروق المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة. أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. شرفنا ونورنا. شرف لي يا فندم. أستاذ إيهاب وأستاذ ديفيد خليني أستأذنك أستاذ ديفيد أبتدي مع أستاذ إيهاب والحوار هيبقى سجال بيننا يعني نثري هذا الحوار ويمكن كنت بتكلم معاكم قبل الفاصل إن أنا درست القانون فعايزين برضو الحوار بتجاربكم وبشغلكم نوضح للناس ما هو سلبي ما هو إيجابي ونتعرف عليه. النهاردة لازال عندنا بعض المكاتب في الشهر العقاري تحديدا وبعض الجهات التابعة لوزارة العدل فيها بعض السلبيات اللي ممكن تؤثر على كفاءة الأداء وتصعب مهمة الناس رغم ما يعني شهادته الوزارة وهذا القطاع من تطوير. هو دلوقتي يعني في ظل الميكنة الدنيا بقت أسهل بكتير قوي من فيما قبل اللي هو كان شغل الورقي والكلام ده كله. فدلوقتي أغلب المكاتب على مستوى الجمهورية بقت مميكنة والميكنة دي بقت حضرتك بتحجز وبتروح في الميعاد بتاعك بدل ما بتصحى الصبح بدري عشان تروح تقف في الطابور وتاخد دور وتستنى والكلام ده كله. حضرتك بتحجز من عن طريق الإنترنت دلوقتي وبتروح في الميعاد اللي بيتحدد لك يعني بقول لك مثلا الشهر العقاري بالنسبه للشهر العقاري بتروح في الميعاد اللي بيتحدد لك مثلا حدد لك ميعاد الساعه 10:30 بتروح الساعه 10:30 بالظبط بتروح في ميعادك بتدخل في ميعادك ما بتكملش 10 دقايق بتعمل توكيلك. تمام. وبرده مش كل المكاتب يعني اغلب المكاتب على مستوى الجمهوريه بقت مميكنه يعني قليل جدا يعني انا لازم في التوكيل حتى الان اروح الشهر العقاري ما اقدرش اطلعه وانا في البيت ويجي لي بال هو حضرتك لازم تروح شهر عقاري عشان لازم بصمه حضرتك وتوقيع حضرتك يبقى على التوكيل. لسه حتى الان ده موجود. ما ينفعش تعمل محرر رسمي بدون بصمه او توقيع حضرتك. طيب الشكوى اللي جات لنا من العديد من المواطنين عن بعض المكاتب ما فيهاش النظام ده لسه بيروح في بعض المكاتب لسه ما تمش ميكانتها كامل وسط المدينه وفي القاهره وفي العاصمه في بعض المكاتب لسه ما تمش ميكانتها بالكامل ولكن 90% من المكاتب تمت ميكانتها. وحضرتك الاول كان يقول لك على محل اقامتك دلوقتي مفيش حاجه اسمها محل اقامه اي مكتب شهر عقاري اي مكتب شهر عقاري اي نوع توكيل تعمل اي نوع توكيل او اي اجراء انت عايزه ما فيهاش ادنى مشكله. تمام تمام ده الكلام ده على مستوى الجمهوريه يعني. ايوه طيب خلينا اروح معاك يا استاذ ديفيد ونتكلم على يعني يمكن استاذ ايهاب اتكلم على بدايه التطوير الرقمي اللي شهادته الشهر العقاري. بقيه الخدمات اللي بتقدم في الشهر العقاري غير التوكيلات وفي الهيئات التابعه لوزاره العدل في ظل هذا التطور الرقمي حضرتك من تعاملك اليومي معاها كرجل قانون ومحاماه شايفها ازاي وشايف ازاي الدنيا اختلفت عما سبق؟ هو فندم في البدايه للامانه يعني ان التطور الرقمي والتكنولوجي الجديد اللي احنا وصلنا له دلوقتي هو للأمانة أفاد جدا 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 المعاملات. مثال يعني حضرتك مثلا دلوقتي أنا بشتري شقة فبضطر أن أنا أخد عليها إجراء قانوني فبتوجه إلى الشهر العقاري علشان أخد الإجراء القانوني بتاعي. دي يا فندم في الأول كانت نقطة بتاخد وقت كبير. دلوقتي يا فندم حضرتك أنا ممكن أفتح النت أدخل على جوجل بالظبط اجيب ابلكيشن مصر الرقميه باخد خش من عليه اجيب الـ 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 النوع الـ خدمة. الخدمه اللي انا محتاجها بالظبط نوع الخدمه اللي انا محتاجها وبدخل اطلع كل البيانات بتاعتي ابتدي ان انا اسجل اخد رقم خلال 24 ساعه بيترد عليا اخد رقم في اليوم اللي انا رايح فيه بالظبط يا فندم انا بسجل ببعت الطلب بتاعي تمام بتقوم مصلحه الشهر العقاري بترد عليا في رساله على الموبايل رقمي اس ام اس خلال 24 ساعه تمام تم قبول طلبك بروح اكمل بقى استيفاء الـ 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 الاوراق بتاعتي تمام وبيتم التسجيل. طيب انا عايز اقف بقى عند الـ النقطه دي حضرتك بتقول لي اخد رقم يعني ممكن يعني يكون قدامي مثلا 4-5 ايام اسبوع احيانا بتوصل لكده وده وارد. لا الرد يا فندم بيبقى من خلال مصلحه الشهر العقاري بيبقى خلال 24 ساعه يعني خلال 24 ساعه من تقديم الطلب لكن الميعاد اللي اروح فيه
ممكن يبقى اكتر يعني بياخد مثلا كام يوم؟ حد اقصى 30 حد اقصى 30 يوم حد اقصى. خليني انا برضو اتكلم مع حضرتك على التجارب او الشكاوي اللي جات لنا من المواطنين. انا عايز اعمل التوكيل بكره متر. فمضطر ان انا اروح المكاتب بقى اللي زي ما قلت المثال مش عارف حضراتكم يعني سمعتوه بره، المكاتب اللي هي الكمبيوتر موجود والبرينتر موجود بس الاستاذ عبد العزيز مش موجود. الاستاذ عبد العزيز مش موجود في اجازه، يا ريت في اجازه يرجع بالسلامه او عيان يبقى الف سلامه عليه، لكن الاستاذ عبد العزيز مش موجود كموظف. فلما المواطن سال هو ليه مش موجود كموظف، قال لك ما احنا الوزاره ما عيتلناش موظف. فينزل المواطن الكريم يطبع الورقه الواحده ب 30 جنيه. ب 30 جنيه مظبوط. لا انتوا بتشهدوه في حتت كتير يا استاذ ديفيد، وخليني برضو اسال اروح للاستاذ بعد كده. للامانه يا فندم هو ده للاسف في بعض الاماكن الكتير من مكاتب الشهر العقاري بيبقى موجود. احنا المشكله ان احنا يا فندم الدوله جاهده عملت الميكنه ووفرت البنيه التحتيه الانترنت السريع والسيستم والنظام، لكن للاسف في بعض الموظفين في الشهر العقاري بيسيئوا معامله المواطن وبيسيئوا معامله السيستم وبيسيئوا للهيئه. وبالظبط، وده طبعا يا فندم الفكره في ان المواطن نفسه بياخد الرياكشن بتاعه على المؤسسه ككل. هي للاسف متمثله في الموظف، لكن هو الرياكشن بتاعه كله بيبقى على المؤسسه ككل، فده بالتالي بيضر المصلحه. مع اننا احنا بذلنا جهد وعملنا واشتغلنا علشان تطلع اجود خدمه. تمام. فبالتالي طبعا ده يعني بتبقى حاجه من المؤسف يعني ان هي بتبقى موجوده. طيب استاذ ديفيد برضه هروح للاستاذ ايهاب عشان انا عايز انا زي ما قلت لحضراتكم نستفيد. واستاذ ايهاب حضرتك متخصص في شغل الشهر العقاري اكتر. استاذ ديفيد قال لنا ان ده مازال موجود وبيسيء، وضح لنا بقى اكتر التفصيلات والمعاناه اللي بتعاني منها حضرتك كمحامي، او لما بيروح المواطن يعاني من 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 هذا، سواء وخصوصا كبار السن. يعني احنا في بعض الاماكن انا بقول حضرتك برضه خلينا تحديدا مكتب الشهر العقاري في زنانير يسلم حديد كبار السن مش عارفين يطلعوه. تمام. دي مشكله كبيره وبقى لها سنين. تمام. يعني بقى لها سنين. فادينا امثله برضه استاذ ايهاب عن هذه المعاناه الذي يعانيها المواطن المصري. بص حضرتك هو في هو موضوع ان الموظف مش موجود بقت قليله اول فتره دي. يعني بعد الميكنه والكلام ده كله بقت قليله. الاول كانت كتير. كانت كتيره، لكن بعد موضوع الميكنه وبرضه هو في شركات عماله ضخت في الشهر العقاري بعملة وضغط موظفين في الشهر العقاري شغالة دلوقتي على السيستم والميكانة الجديدة عشان تطلعها بأفضل صورة. ولكن في أماكن هي بطبيعتها قديمة. يعني في أماكن في الدور الخامس والسادس هو مش هي الأسانسير أصلا مش هينفع يركب فيه أسانسير، فبالتالي دي أو المكان مش مؤهل. ولكن دلوقتي برضو خلينا نتكلم بصفة عامة على الشهر العقاري. دلوقتي بقى عندك أنت تحجز في أكتر من مكان. يعني مثلا لو رحت تحجز في مصر مش مرتبط بالبطاقه الشخصيه، لا تحجز مثلا في مصر الجايه عندك كمان خدمه مسائيه جميله جدا. الدنيا بعض المكاتب فاتحه من 5 لـ 9. وفي كمان عربيات متنقله في يوم الجمعه من الساعه 2 للساعه 9 بالليل. الشهر العقاري ليه عربيات العقاري. متنقله تمام جدا. عربيات متنقله تعمل توكيلات يبقى فيها البرينتر فيها كل حاجه شهر عقاري متنقل. لا لا ده شهر عقاري كامل. ده شهر عقاري متنقل. الميكنه دلوقتي فيها الموظف اللي بيشغل الكلام ده عايز سامحوني فيها ناس بتشتكي واحنا شايفين يعني صدقني لا فيها كل حاجه. طيب العربيات دي مجهزه على اعلى مستوى وشغاله بانترنت برضو وشغاله. دلوقتي الميكنه ما بيكتبش التوكيل بايديه ولا يكتب حتى كلمه بايديه في التوكيل. هو عنده حاجه استنباط موجوده. توكيل مثلا رسم عام مخصص، توكيل قضايا، توكيل امور زوجيه، توكيل بيع سياره، توكيل اداره. هو ما الا دلوقتي كمان الميكنه وصلت لحد كبير ان هو كمان بياخدش اسمك، هو بياخد الرقم القومي مجرد ما بيحطه على المنظومه بيطلع اسمك وكل بياناتك كامله على المنظومه. تمام. يعني حتى لو حضرتك بص على التوكيل هتلاقي مكتوب التواصل الاجتماعي. واضح برضو الشغل بتاعهم. فالحاجات دي برضو يعني حاجات كويسة. فاللي هو متضرر من مكان ان هو مثلا شاف هنا زحمة، لا في اماكن كتير بتبقى رايقة واقدر ويكون فيها الخدمة افضل بكتير. في سيت ستارز برضو فيها خدمة مسائية. المدني والسجل المدني فيها حاجة يعني جميلة. في عظمة في سيت ستارز بصراحة. حتى استخراج رخص القيادة. وكمان لو هنتكلم ده موجوده في سيت ستارز. موجوده في سيت ستارز. خليني برضو ااكد مع حضراتكم هو فعلا معلومه ان بيتم استعلام امني عن اي مواطن مطلوب بره بيجدد او بياخد بيستخرج سواء رخصه. انا عارف الموضوع ممكن يكون بره في الرخصه في استعلام امني في الرخصتين
سواء خسر قيادة أو خسر علي قضية أو مطلوب في قضية بتظهر بتتجاب مباحث المرور الموجودة بتقوم شادة بالظبط كده بيتكلم يعني باللغة العامية بيظهر عنده رقم القضية والقضية صادرة منين والحكم فيها ايه وبيظهر كل الداتا بتاعت القضية فدي ما فيهاش ادنى حاجه كويسه برضو دي حاجه كويسه جدا وخاصه في الغرامات يعني الماليه مميزات بقى البيكانه بالظبط وخاصه الغرامات خاصه الغرامات الماليه يعني في ناس بتبقى متهربه من الغرامات الماليه مثلا للدوله فبالتالي في المنظومه دي بيجيب لك انت لو عليك غرامه بتظهر من سنه كذا بيقول لك روح ادفعها وتعالى عشان تاخد الرخصه بتاعتك تمام يا استاذ هيب تمام خليني برضو اروح معاك يا استاذ ديفيد ونتكلم يعني برضو احنا مش عايزين نتكلم على الشهر العقاري بس احنا يمكن بنتكلم على بعض المظاهر السلبيه خلوني اتكلم مع حضراتكم ومعاك يا استاذ ديفيد على الجهات الاخرى التابعه لوزاره العدل وكان هناك معاناه في قرارات محاكم واستخراج احكام واحكام نيابه ومش عارف ايه والموظفين برضو مش عايز اقول اعم ما اقول وزاره العدل بس ده كانت ثقافه عندنا في مصر ويفطر الاول ومش عارف ايه والكلام ده هي كانت ما زال لسه ده موجود في المحاكم والنيابات والجهات الاخرى اللي تابعه هو يا فندم للامانه يعني انا هقول حاجه الاول وبعد كده ارد على سؤال حضرتك هي نظام الميكنه للامانه دوره ان هو نبتدي بقى نتلاشى ونتجنب كل الصعاب اللي بيمر بيها المواطن مش بتفرش يعني مثلا انا بالظبط يعني في مثلا بعض الاماكن الحكوميه والمصالح الحكوميه المواطن يا فندم يعني بنسبه 80% ما بيتعاملش مع الموظف خالص هي بتعامل مع اله مثال السجل المدني في حضرتك بتبقى ماكينه كده حضرتك بتقف بتدخل بيانات مثلا حضرتك عايز تستخرج شهاده ميلاد شهاده وفاه قيد عائلي بتقف حضرتك قدام الماكينه بتختار الخدمه اللي حضرتك محتاجها بتدخل بيانات بتاعه حضرتك بتدفع الرسوم تطلع لك الشهادة على طول مطبوعة. بالنسبة للمحاكم هو علشان أبقى أمين مع حضرتك في الرد يعني لا في بعض المحاكم كتير يعني بنظام التكنولوجيا اللي احنا فيه ده يعني المحاكم الاقتصادية مثلا يا فندم اتطورت جدا المحاكم الاقتصادية يعني دلوقتي حاليا بصراحة لا ممتازة بتقدم خدمة تكنولوجية مفيش بقى ان انت تطلع والموظف مش موجود واصل السيستم واقع لا للأمانة السيستم شغال على طول بكفاءة منتظمة جدا التقديم على استخراج اي مستند من عندهم بسهولة جدا ويسر يعني فادت في أنواع المحاكم أما في بعض المحاكم التانية لسه يعني ماشيين بالنظام القديم ودي بتواجه صعوبة طبعا على المحامي أو على المواطن في استخراج حكم في استخراج مستند هو محتاجه لأن هو طبعا لسه نظام الميكنة ما دخلش بشكل 100% تمام خليني برضو أروح معاك يا أستاذ إيهاب في حاجات تانية أو جهات برضو أخرى تبع مازال المواطن بيعاني فيها أو خليني أتكلم حضرتك برضو بالفكر بيجي في دماغ مشاهدينا أنا لو أنا برفع دعوة وأحيانا بيبقى محتاج المواطن يروح معاك أو بيروح لوحده أي حاجة هل مازالت هناك تعقيدات في إجراءات رفع الدعاوي أو زي ما قال لنا أستاذ ديفيد استخراج صور من أحكام حكم براءة أو حكم بتمكين أو هل مازال ده برضو بنعاني فيه بالكلام ده ولا لا حاليا الكلام ده مفيش معاناة فيه احنا سمعنا في الاقتصادية بس أنا عندي محاكم لا في محاكم يعني عندك محاكم في بعض المحاكم في الجيزة دلوقتي بقى رفع الدعوة إلكتروني مش محتاج تروح المحكمة خالص بترفع الدعوة وانت قاعد في البيت يعني في النظام ده طبق تجريبي في بعض المحاكم وبإذن الله هيتعمم مع المحاكم كلها لأن دي برضو حاجة كويسة ان انت تشتغل وانت قاعد في مكانك يعني خلينا نقول للدول اللي بره اغلب شغلها المحامي ما بينزلش من المكتب بتاعه بيبقى قاعد في المكتب بتاعه بيشتغل كل شغله وهو قاعد في المكتب اونلاين طيب هل في دعوات احنا يعني الدوله متوجهه على الطريق دوت ودي حاجه كويسه جدا يعني احنا يعني بدانا نظبط الدنيا واحده واحده اهو ودخلنا الميكنه في كذا حاجه وحاجات كتير قوي ومنها دلوقتي يعني كانت جديده حكايه رفع الدعاوي دي ان انت ترفع دعوه وانت قاعد في البيت طبعا دي جديده طب هل ده بينطبق على كل انواع الدعاوي والقواضي ولا قواضي معينه لا هو حاليا تجريبي في بعض القضايا المدنيه المدني طب احوال شخصيه مثلا لسه غالبا الاحوال الشخصيه غالبا لسه عشان هي اللي بيبقى اكتر من فهو بس هو لازم يعملوا تجريبي الاول عشان يفهموا النظام هيبقى ماشي ازاي طب خلونا الدنيا تبقى ماشيه ازاي يعني على سؤال برضو وهنتناقش فيه مع بعض اتفضل زمان كانت الناس تقول لك بما ان احنا بنتكلم على الشهر العقاري ويا جماعه من مميزات الشهر العقاري هو حفظ الملكيات ويبقى معاك سند قانوني مسجل محدش ينازعك في الملكيه ولكن الناس كانت تروح زمان لحاجتين عشان مصاريف الشهر العقاري اللي هي قلت دلوقتي لصحه التوقيع او صحه ونفاذ حضرتك كلمنا استاذ ديفيد عن صحه التوقيع وهل دي تغني ونروح برضو استاذ ايهاب نفهم منه بعد كده صحه ونفاذ
هي في البدايه فندم انا كنت يعني قبل اجراءات الشهر العقاري الجديده او النظام المميكن الجديد اللي هو القانون رقم 9 لسنه 2022 ده سهل كتير جدا جدا بعض الاجراءات على المواطن. الاول اجراءات الشهر العقاري كانت بتبقى كتير جدا وطويله ومكلفه ومصاريفها كتير. فكان المواطن بيلجا ان هو بعد لو مثلا وليكن هاخد مثال حضرتك اشترى شقه تمام وحابب ان هو ايه يعمل ايه اجراء حكومي عليها فكان تمام. بيتوجه الى المحكمه مع الـ 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 البائع تمام. وبيعملوا دعوه صحه توقيع بالظبط بتبقى يعني دعوه رضائيه يعني بس وكان بيقر البائع وبيقر الشاري على التوقيع على التوقيع على بنود العقد على التوقيع بالظبط وده كان يعتبر اجراء حكومي لكن طبعا هو مش اقوى من ان انا اسجل شهر عقاري وعلى ويعني وللامانه برضه هو تسجيل الشهر العقاري بيحفظ حق المشتري في الشقه وعلى فكره بتفرق كمان لما انا اجي ابيع لان انا ورقي سليم 100% فدي طبعا كانت لكن دلوقتي بعد الاجراءات الجديده اللي اتخذتها مكاتب الشهر العقاري لا بقت التسجيل امره سهل لان انت حتى انا ممكن كمان احجز اونلاين يعني انا بدخل على الخدمه احجز اونلاين في النطاق الجغرافي القريب مني واتعامل وبروح وكمان الشهر العقاري بيوفر لي ثلاث فترات عمل يعني ثلاث ساعات صباحيه ثلاث ساعات منتصف ثلاث ساعات مسائيه اقدر اروح في الوقت بتاعي من غير ما يبقى فيه ازدحام وده للامانه يعني خطوه كويسه طبعا جدا طبعًا وعملت طبعًا. على اللي هو عدم تمام يا استاذ ذهب الصحه ونفاذ هي يعني هي اقوى من الصحه وتوقيع وتغني عن الشهر العقاري هي صحه ونفاذ جزئين مش جزء واحد الاول انت بتاخد حكم صحه ونفاذ عقد البيع وبعد كده عشان تكمل اجراءاته لازم تشهر الحكم دوت في الشهر العقاري هي الدعوه الصحه ونفاذ لازم برضو تتم عن طريق الشهر العقاري والحكم بيتم عن طريق الشهر العقاري يعني بتاخد صحه بترفع الدعوه وبتقدم وبتشهر العريضه بتاعه الصحه والنفاذ هي طبعا زيها زي التسجيل بالظبط زيه زي البيع الرضائي تمام بترفع الدعوه وبتشهر العريضه وبتاخد الحكم وبعد ما تاخد الحكم برضو يعني حتى لو خدت الحكم ما تنتقلش ليك الملكيه الا بتسجيل الحكم يعني طب ده انا في كمان عندنا اشكاليه يا استاذ ذهاب ان الشقق المخالفه كلها في عقارات عشان عارفه ان العقار عليه فالشهر العقاري مش هيديله كمان فبيروح للكلام ده كله بالنسبه للشقق المخالفه دلوقتي الشهر العقاري يسر الامور قوي قوي في قانون 9 ايه بقى عمل ايه يعني الاول كان يقول لك عايز شهاده بعدم وجود مخالفات لا لغى في قانون 9 لغى شهاده بعدم وجود مخالفات وقال لك نكتفي بترخيص طب لو مفيش ترخيص هنجيب نموذج 10 مصالحات نموذج 10 مصالحات دوت هو زيه زي الرخصه طب مثلا لو العقار قبل 92 يعني في قانون بتاع الزلزال 1/6/92 صدر القانون 25/92 دوت صدر في 1/6/92 لو العقار مبني قبل القانون بتكتفي بكشف رسمي من العوائد بتثبت فيه تاريخ حصر العقار سهل استخراجه سهل استخراجه جدا او شهاده من الكهرباء امال ايه نموذج ثلاثه اللي بيقولوا البلد كلها واقفه على نموذج ثلاثه اللي على القلق ده النموذج ثلاثه ده حضرتك اللي هو انا جديت تصالح انا رحت الحي اللي تابع لي العقار وقدمت جديت تصالح ودفعت 25% من قيمه التصالح بتاع الوحده او العقار او الشقه فهو بيديني نموذج ثلاثة اللي هو يعتبر الطلب تحت البحث طب امتى الطلب ده يخلص الطلب ده ينتهي بنموذج 10 لما تنزل اللجنه وتعاين كان ساعات ما بتنزلش والشهر العقاري مش هيسجل لي لا هي بتنزل بس هو حضرتك كميه المخالفات كبيره قوي وكتيره فبالتالي اللجنه مش ملاحقه يعني انا معايا ناس بتشتكي بالثلاث واربع سنين يا استاذ بيقعدوا مده طويله يعني ما هو برضه بالنسبه لكميه المخالفات مخالفات كتير قوي يعني حصلت في بعد الثوره مخالفات كتيره جدا جدا يعني فاللجنه عشان تنزل لان هم بيبحثوا كل واحده على حده يعني هو النهارده شقه حضرتك بينزل لك مخصوص يعين الشقه ويرفع مقاساتها وحاسبك بناء على الرفع اللي هو اللي قاسه لان هو بحاسبك بالمتر بس فانا عندي ناس كتير في الشروق وفي التجمع وفي الاماكن دي خدت نموذج 10 مصالحات واشتغلت بيه وسجلت بيه تمام بس استاذ ديفيد هل عندنا موظفين في الجهات القضائية المختلفة الشهر العقاري والنيابات والمحاكم وحضرتك برضو ضيف لي لو أنا نسيت حاجة
مؤهلين لهذا التحول الرقمي الذي تشهده مصر؟ يعني الموظف، أنا بفرح قوي لما الاقي شباب في مكان نخش نلاقي الشباب فعلا مش شكل وشغل وبتاع. حتى مره الرئيس اشار بس في بعض القطاعات ان احنا محتاجين نهتم بهذه النوعيه، مش اللي هم التقنيين مظبوط مظبوط. طيب هل احنا في الجهات اللي احنا بنطورها دي واحنا بنطورها تكنولوجيا سواء التعامل على الانترنت او المواطن بينزل لها، هل هذا الموظف اهل كويس انه يتعامل ولا برضه ما زال الدنيا بالنسبه له مبهمه؟ هو في بدايه الامر يا فندم قبل ما كان يتطبق النظام التكنولوجي طبعا يعني المفروض وزارة العدل كانت عاملة خطة، وليكن هناخد مثال مثلا مثال الشهر العقاري، كانت وزارة العدل عاملة خطة ان هو المفروض في دورات تدريبية لقطاع العام جموع الموظفين علشان لما يبتدي ننتقل من النظام الورقيات الى نظام الكمبيوتر او النظام السيستم الحديث الجديد التكنولوجي، يبقى الموظف مؤهل ان هو يبتدي يشتغل على النظام الجديد. لكن يعني هو في بعض الأماكن الموظفين يعني في جميع الأماكن كمان بصراحة يعني أنا ما شاهدتش، احنا عايزين نتكلم يعني بصراحة هو لا مش القصد، بس هو في يعني أنا ما قابلتش مثلا يمكن حالة أو مرتين إن في بعض الموظفين يعني مش عارف السيستم أدخل عملنا ما كنا أبو قديم وأحسن على أبو قديم يعني هو مش يعني صعب عليه مش عارف ان هو ده بيتطلب مع احترامنا ليه، احنا ما بنقولش طبعا طبعا هو بيتطلب نوعيه معينه ويكون هذا الموظف في مكان اكتر مفهوش يعني مفهوش تعامل مع الجمهور بالظبط. يعني هو للامانه علشان احنا عملنا نظام تكنولوجي جديد لازم يكون اللي قاعد بيطبق النظام ده يكون على قدر فهم واستيعاب كبير جدا للتطور التكنولوجي، لان احنا يا فندم لو عملنا نظام تكنولوجي والموظف ما عندوش الخبره ما احنا ما استفدناش حاجه، احنا بالعكس ده احنا عرقلنا وعطلنا مصالح الناس. وبناء على برضو حياتك بتقول ده، هل التعديلات اللي تمت في قانون الشهر العقاري مواجبة لهذا التطور التكنولوجي والمميكن يعني على نفس التطوير؟ جدا ده جدا جدا قانون 9 فندم 2022 هو سهل كتير 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 عن القانون القديم اللي هو المعدل يعني 114 لسنة 1946. لا في حاجات كتير اتعدلت للناس، يعني مثلا حضرتك قلت لي اضرب لك مثال، انت فندم كنت في الاول علشان تسجل عقار زي ما استاذ ايهاب كان بيقول انت كنت حضرتك بتروح الشهر العقاري وتقدم الورق وناخد فتره ويردوا علينا وبعد كده يقولوا لنا لا ده احنا محتاجين كشف مشتملات. دلوقتي فندم الموضوع واضح وصريح، مثال التصالحات اللي كان استاذ ايهاب بيتكلم فيها ده فندم، حضرتك انت بتروح بيقدر لك بتطلع لجنه تعاين الشقه بتاعت حضرتك او البيت بتاع حضرتك مساحته قد كده، في حد ادنى 500 جنيه وحد اقصى بيبقى 3900 جنيه، طبعا بتتفاوت طبعا من مكان لاخر بالظبط، بتتقدر لحضرتك القيمه وبتروح تدفع تعمل التصالح تبتدي تاخد الاجراءات بتاعتك، اصبح يعتبر معاك يا فندم دلوقتي رخصه للعقار ده. دي بالنسبه لك انت كمواطن لو ما عندكش الفكره دي، احنا بقى حابين نناشد الناس ان دي يا فندم تفيدك جدا، اولا ده امان ليك وامان للاجيال اللي جايه بعدك لان هو ده كده حق امتلاك بالظبط ده حقك وحق امتلاك ليك، وتقدر تاخد بيه حاجات تستفيد بحاجات قروض بتاع قروض طبعا هيبقى ضمانات ليك في بنوك هتبقى طبعا تمام اروح مع حضرتك يا استاذ ايهاب واتكلم على اليات التسجيل ونقل الملكيه سواء العقار أو العربية، كان وبالذات في موضوع العربيات يقول لك دي اتباعت بتوكيل من فلان لفلان 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 وفي العقار، فهل اتسهلت آليات نقل الملكية مع القانون الشهر العقاري الجديد بحيث إن أنا بقى لما أجي أبيع عربية ما أروحش أعمل مثلا توكيل، لا أسجل على طول عشان الدنيا زي ما قال لنا أستاذ ديفيد تبقى سهلة في ملكية العربية، حتى موضوع أقول لما حد جاب لي مخالفة يا جماعة ده أنا بايعها من كذا ماليش علاقة بالمخالفة، الإشكاليات اللي بتظهر سواء في العقارات أو في العربيات أو في أي حاجة بتتنقل ملكيات، قانون سهل الكلام ده ولا ايه الاخبار؟ خلينا نتكلم على العربيات الاول. بالنسبه لموضوع العربيات ده في ناس كتير بتقول لك انا استفدت بالرخصه 3 سنين، واحد بيبيع عربيته ومرخص 3 سنين فبيقول لك انا استفدت بالثلاث سنين ويمشي باسم الملك القديم يمشي باسم الملك القديم ومعاه التوكيل. طب جه مثلا بعد 6 شهور عايز يبيع باع بتوكيل هنا النهارده هو بيربط الصفه باع بصفه وكيل عن الاولاني ويبدا الوكيل طب نيجي في الاخر هيجي عند الترخيص ايه اللي هيتم؟ هيقول له انت لازم تنقل الملكيه باسمك مش هينفع ترخص باسم اللي قبلك، حتى لو كان التوكيل بتاعك في اجراء اللي هو تجديد التراخيص هيقول لك لا انت دلوقتي مالك جديد انت هتنقل العربيه باسمك، فبينطر ان هو يعمل عقد مسجل
ويدفع رسومه ويروح ناقل ملكيه باسمه في ال... والامور دي كلها امور سهله ما فيهاش تعقيد ولا فيها مشكله. طب فنفترض الملك ده قال لك انا بعت من ومعاه صوره التوكيل بيتوجه للاداره في الرحاب بقول لهم المخالفه دي مش عليا لان المخالفه بتيجي على الملك بتاع العربيه. انا واجهتني نفس المشكله قبل كده وحلتها بكل سهوله ويسر. تتوجه للاداره في الرحاب بتقول لهم انا بايع العربيه بتاريخ كذا وادي التوكيل الاثبات بتاع البيع اهو. فبالتالي هم بيشيلوا المخالفه من عليك وبيحطوها على ايه الملك اللي هو باسم العربيه في الوقت دوت. تمام. احنا برضو بيشرفنا عشان نثري الحديث اكتر ان يكون معنا مداخلة من المستشار بشوي باسل عشان نسأله برضو ونعرف منه كده بخبرته التعاملات في, في, في هذا المجال بصفة عامة والرسوم وما يتم دفعه بأشكال عدة يعني في التعامل مع هذه الجهات. سيادة مستشار بشوي اهلا بيك. اهلا بيك. ازيك يا شنودة اخبارك ايه؟ تمام يا فندم مشرفنا منورنا. منورين الدنيا بجد وحضرتك متعمق دائما. ربنا يخليك. واستاذ ايهاب واستاذ ديفيد طبعا منورين الدنيا بجد حقيقي. اهلا بيك يا استاذ مشار. بخبره حضرتك والتعامل مع جهات زي الشهر العقاري او استخراج تراخيص سواء المواطن بنفسه او المحامي الذي ينوب عنه او محامين الشركات في ما زالت بعض المعضلات وبعض الاشكاليات اللي بيواجهوها في هذا التعامل. يمكن اتكلمنا مع الاساتذه في الاستوديو هنا عن بعض الحاجات حابين برضو نستفيد بخبره حضرتك في هذا المجال. طيب هو طبعا اولا يعني انا عايز اقول لحضرتك ان كل حاجه يعني ليها مميزات وليها عيوب الحقيقه. أيوة. ولازم نكون احنا على قدر من الوعي ان احنا نتفادى العيوب دي. أيوة. هكلم حضرتك بشكل صريح جدا وده لان احنا طبعا عايزين كل حاجه في بلدنا تبقى احسن. تمام. يعني انا كلمه واحده انا نفسي ما اسمعهاش يا استاذ شنوده في شهر عقاري ان السيستم واقع. يعني ارجوك ده في حاجات كتير الكلمه دي بجد مش عايز اسمعها تاني. أيوة. المشكله ان احنا لما بنعتمد على التحول الرقمي كل المعاملات بتتم بشكل سيستماتيك على السيستم. ايوه. ولسه كنت متابع حضرتك في حلقه امبارح كنا بنتكلم على الانترنت وان احيانا الانترنت برضه ما بقاش بيعمل بكفاءه. تمام. فدي مشكله كبيره جدا انه انا بدل ما انا بعمل تطور يخلي المواطن يخش يخلص اجراءه من 10 دقائق ل 30 دقيقه اصبح ممكن السيستم والانترنت وان انا مش مؤهل بقدر كامل من الشبكات والتطور يقابل مشكلة تعطلني أكتر ما كنت بعطل ورقي. أيوة. يعني أيوة. دي حاجة طبعا أنا يعني بناسب بيها لأن إحنا دي حاجة ممكن بدل ما إحنا ماشيين في تطور تبقى بالعكس عقبة تأخر عندي بالذات في المصالح العقارية تحديدا الشهر العقاري. والموظف على فكرة برضو مش هيعرف يتصرف يعني هيبقى قدامه المواطن هو مش عارف التأخير من ايه اتعود على الورقة والقلم. اذا انا في مشكلة عندي في السيستم بالنسبة للمواطن مبهمة. أيوه. دي النقطة الاولى. اسمح لي برضو ان انا اشارك معاكم النقطة الثانية. اتفضل. في المكاتب اللي بتبقى حوالين الشهر العقاري. ايوه ما هي دي اللي ابتدينا بيها الحلقة. البرينتر موجود والكمبيوتر موجود بس الموظف ملوش وجود مش في اجازه هو ملوش وجود اساسا ففي ناس بقى بتسترزق يعني بتبقى طبعا دي مشكله كبيره ومحتاجه مننا معاناه لان خليني اقول لحضرتك على حاجه اتفضل. انه اغلب مثلا المحامين اللي هم في الشركات او الاساتذه اللي بيقوموا باعمال الشؤون القانونيه في الشركات أيوه. هو عنده مثلا رسوم محددة بيسوي بيها في شركته. هو بيدفع قيمة التوكيل بيدفع قيمة وكل هذا في حصالات. يفاجأ مثلا ان هو بسبب او بآخر لا انزل بقى دلوقتي تحت هتلاقي حد بيصور حد بيدفع حد يا جماعة طب ما ده المفروض حاجة تكون موجودة داخل المنظومة الحكومية حاجة المفروض يا بتتعمل وحتى لو بتتعمل برسم رسمي او الرسم الطبيعي لكن طبعا يعني كطبيعة الحال ممكن يتم شيء من المبالغة في اسعار التصوير والطباعة والحاجات اللي زي كده لمجرد ان هو امام مصلحة الشهر العقاري او امام مصلحة حكومية. أيوه. دي برضو من الظواهر اللي احنا نفسنا يعني تنتهي او يكون عليها رقابة ما لان طبعا ده ممكن واحد بيعمل عدد كبير من التوكيلات محتاج يصور ورق كتير. أيوه. فتتدرب في ارقام كبيرة يعني ده دول انا دايما ده دول عندي فندم. مشكلة في الحاجتين دول الحقيقة يعني. لا وانا مع حضرتك برضو دول بنلاقيهم قدام الشهر العقاري وقدام النيابات وقدام المحاكم وقدام الاقسام وقدام حاجات كتير قوي. المشكلة ان هو بيشتغل على فكرة ان هو
ممكن يكون عشان هو مثلا يسهل الموضوع أو قريب من المصلحة، لكن بيعمل الخدمة أو الحاجة برقم مبالغ فيه، يعني ممكن طبعا 30 ضعف ثمن الحاجة نفسها. وده اللي وصلنا سيادة المستشار، أن النهاردة نموذج لتوكيل عادي لمحامي ما تتكلفش طباعته ب 2 جنيه بالكتير بيتعمل ب 30 جنيه. 30 جنيه. شوف حضرتك كام نموذج بقى، اضرب في كام نموذج. المشاكل اللي احنا فيها يعني دي من ضمن الحاجات اللي احنا فيها. عايز برضه اقول حاجه من التحديات اللي بتواجهنا، اسمح لي يعني اشارك معاكم النقطه دي، ان احنا بنواجه تحدي ان احنا مش لازم نكون يعني مش بس الهيئه مميكنه ومش بس الموظف بيتعامل على السيستم، احنا كمان محتاجين يكون عندنا احنا الثقافه بتاعت التعامل. أيوة. مع أيوة. الحاجه الرقميه. يعني كنت لسه سامع حضرتك اللي هو طب انا دلوقتي عندي توكيل عايز اعمله حالا دلوقتي حالا، فهو احنا ما وفرناش خدمه رقميه او خدمه الحجز عشان يبقى عندنا موضوع حالا. ما خلاص هنتطور نتطور كلنا، يبقى انا محتاج احجز قبلها بوقت كافي يا استاذ شنوده، بحيث ان انا برضه كمواطن عليا مسؤوليه. تمام. ان انا اواكب التطوير ده. ابقى متابع معاه، انا محتاج. تمام. ان انا اعمل اجراء قانوني خلاص. انا عارف قبلها بيومين ثلاثه هسيب ميعاد، هحدد مواعيد متاحه. وعلى فكره ما بقاش بيحصل بس بصراحه في الشرع العقاري ده. أيوة. بقى في البطاقه الافتراضيه والهيئه العامه للاستيراد والتصدير الاستثمار. يعني انا دلوقتي بلاقي الحاجات دي كويسه خلاص. أيوة. انا بقيت انظم مواعيدي لقدام. صحيح. فبرضه صحيح. على المواطن برضه مسؤوليه ان احنا نلتزم بده. ما تروحش بقى من نفسك ما. أيوة. تعمل ازدحام على الفاضي. عندي اوبشن الحجز، يعني نوثق موضوع النظام مع بعض. تمام سيادة المستشار، واحنا يعني برضو من جانبنا بنضم صوتنا لصوتك، هي مسؤولية مشتركة ما بين الجهات وتطويرها وثقافة المواطن. مستشار بشوقي باسل، بنشكر حضرتك يا فندم على هذه المداخلة، شكرا جزيلا. شكرا ليك. يعني سيادة المستشار قال لنا معلومات مهمة، ولسه هنفتح المكالمات للسادة المشاهدين ونستفيد بخبراتكم، والناس لو عندها أي استفسارات. بس هستأذنكم نطلع فاصل، وقبل ما نطلع فاصل بنفكر حضراتكم إن احنا هنرجع من الفاصل هنفتح التليفونات، لو في أي حد ليه يعني حاجات خاصة بهذا الموضوع، ممكن الشهر العقاري، المحاكم، يعني مش عايزين برضو بعض خدمات المرور أو نيابات المرور أو الكلام ده كله، في بعض المعوقات اللي ممكن بتقابلكم، وأيضا لو في حاجات انتوا شفتوها نماذج ايجابيه، احنا زي ما بنتكلم في السلبي بنثمن على الايجابي، وعايزين كله يبقى ايجابي، ما يبقاش عندنا حاجه سلبيه. بعد الفاصل هنستنى مكالماتكم وضيوفنا في الاستوديو هيردوا عليها ونكمل موضوعنا بعد الفاصل. الجيل ده مختلف جداً عن كل الأجيال اللي قبله، مختلف في طموحه، في قدراته، وفي أحلامه. جيل عنده قابلية عالية للتعلم علشان يرسم خطوات مستقبله. النهاردة إحنا بنساعد في وضع حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي قائم على اقتصاد أساسه المعرفة، جيل على دراية عالية بالعلوم الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وإيماناً بدورنا لرعاية الجيل ده وتوفير فرص جديدة تساعده على بناء مستقبله، بدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوفير فرصة تدريبية متميزة لطلاب المدارس من 12 سنة ل 17 سنة علشان يتعلموا ويتطوروا بشكل عملي وغير تقليدي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال برنامج شامل يجمع بين مهارات التكنولوجيا والمهارات الشخصية. وأطلقت الوزارة مبادرة أشبال مصر الرقمية. مبادرة أشبال مصر الرقمية بتقدم 3000 منحة سنوية مجانية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتعاون مع الشركات العالمية والمحلية. منحة للطلاب المتفوقين علمياً من سنة أولى إعدادي لتانية ثانوي من كافة المدارس ومن جميع المحافظات. المبادرة هدفها أن الطالب المتفوق خلال دراسته في المدرسة ينمي قدراته ومهاراته في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. عشان كده التدريب بيكون ببرنامج تأسيس، وبعدها الطالب أو الطالبة يختاروا مسار رئيسي واحد من بين المسارات التكنولوجية الحديثة زي تطوير البرمجيات، علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، الروبوتات، تأمين الشبكات والمعلومات، والفنون الرقمية. وكمان هيتم تدريبهم على المهارات الشخصية زي فنون التواصل وإدارة الوقت والعمل في فريق
والقيادة وريادة الأعمال. مبادرة أشبال مصر الرقمية بتجمع بين الدراسة العلمية والعملية في نفس الوقت، وعلشان ما نعطلش الطلاب عن دراستهم وامتحاناتهم خلينا التدريب مرة واحدة في الأسبوع، وفي أجازة الصيف هيكونوا معانا لمدة شهر. كمان التدريب هيكون 75% منه أونلاين وهم في البيت، و 25% هيكون في مركز التدريب في محافظتهم، علشان نساعدهم على تنفيذ المشروعات التطبيقية اللي مطلوبة منهم كل سنة. وفي نهاية كل عام دراسي هيكون فيه طبعاً جوائز بتقدمها المبادرة للمتفوقين، وكمان شهادات معتمدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للناجحين. لو شايف إن الشروط تنطبق عليك وعندك الشغف والطموح في بناء مستقبلك بشكل عملي وعايز تساعد في بناء مستقبل مصر الرقمي، يبقى الفرصة دي ليك وليكي. خد فرصتك وسجل الآن على موقع المبادرة الرسمي www.desi.gov.eg. مبادرة أشبال مصر الرقمية، النهاردة بنستثمر في ولادنا علشان بكرة يبنوا بلدنا. اهلا بكم مشاهدينا الاعزاء، وبنفكر حضراتكم ان احنا مستنيين مكالماتكم واستفساراتكم الخاصه بهذا الموضوع، هنسمعها ونجاوب عليها مع ضيوفنا. وخلوني قبل ما نرجع تاني للموضوع برضو اشيد بحاجه بالصدفه عرفناها امبارح، زي ما بتوصل لنا سلبيات بتوصل لنا ايجابيات. يعني انا كان ليا صديق امبارح راح يجدد رخصه القياده بتاعته، والمرور كان في التجمع، وبمنتهى البساطه خد رقم وقعد، وشخص هناك في المرور مش شخص بيعمل مصلحة، شخص من الجهة نفسها بياخد ورقه ويلف يخلص الموضوع ويناديه ويتعامل معاه، حاجة راقية في منتهى الرقي. بيقول لي خلصتها حتى لما كان في خطأ وطلب تصحيحه في الاسم، برضو تعامل مع المختصين، يمكن شوية كان في يعني مناقشات ولكن تم التعامل معها، فدي برضو حاجة راقية وحلوة. وهو ده اللي احنا بنتكلم فيه، مش في المرور بس، في كل الجهات الحكومية. فزي ما بنقول السلبي برضو بنقول الإيجابي. نرحب بضيوفنا تاني يا استاذ ايهاب واستاذ ديفيد، اهلا بيكم. احنا معانا اول اتصال واول تليفون، معانا استاذ مكرم من الاقصر. استاذ مكرم اهلا بيك. الو الو استاذ مكرم اهلا بيك. اهلا نسمع مداخله. اهلا بيك يا استاذ مكرم، نسمع مداخله حضرتك يا فندم. اتفضل اتفضل يا فندم، احنا سامعين. اهلا بيك يا فندم. مساء النور، اتفضل قول مداخلتك يا استاذ مكر. ربنا يخليك. حضرتك انا من مصر. اهلا بيك. عندي قطعه ارض وعايز اعمل ترخيص. عايز تعمل ترخيص؟ انا عملت صحه ووفاه، وصلت لغايه صحه ووفاه. حضرتك عايز تعمل تسجيل قصدك؟ لا انا عامل صحه ووفاه. ترخيص مباني. صحه ووفاه. فعايز تعرف حياتك ايه ايه الاجراءات يعني اللي المفروض تتعمل؟ السيشن عايز اعرف الاجراءات بس ما عنديش نجم ممكنه. حاضر يا استاذ مكرم، حاضر، هنسال الاساتذه ونرد ونرد على حضرتك. شكرا ليك يا استاذ مكرم. معانا تليفونات تانية يا جماعه. استاذ رجائي من القاهره. استاذ رجائي مساء الخير يا استاذ شهوده. اهلا بيك يا استاذ رجائي. اهلا بيك يا فندم. تحياتي لحضرتك ولضيوفك الكرام. اهلا بيك. بقول لحضرتك احنا عندنا مشكله في منطقه المعادي بخصوص الشراء العقاري. منطقه المعادي؟ في المعادي. في العرب، يعني هو الشراء العقاري بتاع المعادي المقر بتاعه في العرب. شامل كذا منطقه. عشان اروح اخلص مثلا تنكيل لمحل ولا اعمل حاجه ممكن اقعد اليوم كله. وساعات ممكن امشي من غير ما اعمل على اساس السيستم وقع، طب تعالى بكره، ما اعرفش ايه الكلام ده. لسه في اجراءات روتينيه والسيستم واقع. اي بالظبط كده، يعني كل شويه يقول السيستم طيب. واقع. طيب احنا برضو يعني اتكلمنا في الموضوع ده، هل جربت انك تروح، ما هي الخدمات متاحه من اي مكتب اخر، هل جربت انك تروح مكتب تاني؟ لا يا فندم، قال لك لازم المنطقه اللي انت تابع ليها. يعني الاجراء اللي حضرتك عايزه لازم يطلع من مكتب سجل مدني المعادي. من مكتب تاريخي المنطقه اللي انا عايش فيها. تمام، طيب هنتناقش مع الاساتذه. معانا استاذه تهاني من الجيزه. استاذه تهاني. ايوه مساء الخير. مساء الخير على حضرتك يا فندم. حضرتك انا واخده عقار باسم اللي انا اشتريت منه. باسم لما إيه؟ بروح ادفع العوايد حضرتك بقول له عايزه انقل العقار باسمي. قال لي انت بتحلمي. بتحلمي؟ انا بدفع كل سنه العوايد. طب دقيقه واحده، دقيقه واحده يا استاذه تهاني، هو ليه قال لحضرتك انت بتحلمي؟ معرفش، قال لي اصلا في مناطق عشوائيه. ده مكتب ايه؟
ان هو في العشرين مكتب العوائد بتاعة بولاد دكور اللي في العشرين. طب دقيقة واحدة حضرتك بتتكلمي، اللي قالك بتحلمي ده مكتب العوائد مش الشهر العقاري. طيب قالك بتحلمي هل انا اصلا واخده حكم محكمة فهو بيقول لي ماشي العقد الاخضر عشان انت المنطقة بتاعت بولاد دكور دي منطقة عشوائية. كده وضحت. يعني في اشكاليه عندكم في المنطقه في الرخص. نعم في اشكاليه في الرخص عشان منطقه عشوائيه، فهو يعني حب يعني يطمن حضرتك فقال لك انت بتحلمي. يعني ايه يعني؟ ايوه يا فندم. انا دلوقتي بدفع العوايد باسم باسمي بس العقد اللي معايا اللي عمله لي المحامي وخد حكم محكمه باسم اللي شاري الارض. طيب احنا مع العلم اتفضلي مع العلم حضرتك ان الشاري الارض ده اللي هم مسجلينه في الشهر العقاري وهو صاحب الارض الرئيسي. اللي صاحب الارض الرئيسي كان واحد واخده من الشركه. تمام وحضرتك تمام يا استاذ هاني. احنا كده فهمنا العقد الاخضر. احنا كده عشان برضو ندي فرصه للمشاهدين اخرين فهمنا من حضرتك الفكره او الاشكاليه وهنرد عليها. شكرا لحضرتك استاذه هاني. خلونا يا جماعه يعني ناخد خطوه خطوه. يعني اول حد اللي اتكلم عننا اجراء عايز يرخص حته ارض او المتصل ده ايه بالنسبه لموضوع التراخيص؟ هو بيتوجه فبيتوجه للوحده المحليه اللي عنده اللي هي زي الحي هنا. بياخد النموذج تراخيص وبيقدم على الرخصة وبيمشي تبع الإجراءات اللي هيتبع اللي كل واحدة محلية لها إجراءات معينة في موضوع التراخيص عشان برضو الدولة تضمن حقها أن دي تبقى مش أرض دولة والكلام ده كله. فبيتوجه للوحدة المحلية اللي عنده في الأقصر وبيتم التعامل معاه هناك ويقول له إيه المطلوب. طبعا هياخد معاه المستندات بتاعته كلها، مستندات الملكيه، لان شرط اساسي عشان تطلع رخصه لازم يكون معاك مستندات ملكيه. تمام. بياخد مستندات الملكيه بتاعته وبيتوجه للوحده المحليه. تمام. بيقدم طلب هناك في الوحده المحليه وبيتم اصدار تمام. ده اول متصل. استاذ ديفيد سمعت عن مشكله مكتب المعادي دي؟ اكيد يعني بقى احنا بنسمع مشاكل مماثله يعني. طب ايه بقى الناس وهل هو عنده هل في اجراءات حضرتك يعني قلت لنا في سياق الحديث ان كل حاجه تنفع تتم من اي مكتب، هل ما زالت هناك بعض مش كل حاجه، في بعض الحاجات بتبقى الاختصاص لازم يبقى مكاني. في بعض الامور يعني مثلا بعض التوكيلات ينفع اطلعها من اي شهر عقاري، توكيل عام قضايا، توكيل رسمي، ده ينفع اطلعه يا فندم من اي مكان. لكن في حاجات بيشترط علشان تبقى من خلال المكتب الشهر العقاري بيشترط ان هي لازم تبقى في النطاق الاختصاص المكاني بتاعه. يعني لو مثلا شقه انا عايز اسجلها، الشقه دي وليكن مثلا في حي مدينه نصر. انا مش هينفع اروح مثلا اسجلها في شهر عقاري الزيتون او مثلا الهرم. لا ده في اختصاص مكاني. طبعا هو المشكله اللي كانت عند الاستاذ المتصل في المكتب شهر عقاري في المعادي هي الفكره في يعني انا هو للاسف انا هو ما وضحش كانت ايه بالظبط نوع المعامله. تعالى بكره السيستم واقع مش عارف ايه هي نوع المعامله بس هي كانت ايه. لكن موضوع السيستم هو زي ما حكيت لحضرتك ان للاسف وزي ما المستشار بشوي لما كان بيكلمنا من شويه ان هو للاسف ان في بعض الاماكن طبعا يعني البنيه التحتيه يعني انت حضرتك عملنا نظام بس الانترنت ضعيف مش قادر يتحمل السيستم فطبعا حجم طبعا المدخلات كتير جدا فبيقع غصبا عنهم فطبعا غصبا عن الموظف وغصبا عن الموظف مش هجيبها كل حاجه عليه. فندم النقطه دي بتعمل احتقان ما بين المواطن برضه واخد اجازه للامانه يقضي اليوم يخلص مصلحته او مستاذن المشكله ان المواطن غصبا عنه يا فندم بيبقى عايز زي ما حضرتك قلت يروح انا عايز واخد يوم اجازه من الشغل عايز اخلص بقى ورقي وعايز حتى مستريح اروح شغل تعالى بكره مبسوط كده تعالى بكره تعالى بكره عشان السيستم واقع. طبعا الموظف غصب عنه بس طبعا دي للاسف بتدي يعني انطباع سيء جدا ان احنا عندنا خدمه يقول لك لا ده احنا نرجع لايام الورق احسن مع ان طبعا لا الـ طبعاً التكنولوجيا هي بس يعني نرجو ان هو يبقى الدعم الفني والكواليتي بتاع الانترنت عشان الخدمات طبعا علشان طبعا تبقى الخدمات بالظبط. خلونا نروح لثالث سؤال بتاع مدام تهاني وعايز برضو في سياق الاجابه على موضوع مدام تهاني تتكلم على بولاق ومنطقه عشوائيه. حضرتك كنت عايز تكلمني كمان في فصل عن موضوع المجتمعات العمرانيه فنجاوب على مدام تهاني سريعا واسمع فكره حضرتك على موضوع المجتمعات العمرانيه. تمام. بالنسبه لموضوع مدام تهاني
هو موظف العوائد لما راحت له قال لها انت بتحلمي، هو لا يتم التكليف الا بعقد مسجل. الا بعد؟ بعقد مسجل. عقد مسجل اه. يعني انا ما ينفعش اروح اعمل عقد ورقي واروح اقول ايه اللي تكليف العقار ده باسمي. اه. لا ده لازم عقد مسجل. النهارده هي تسجل العقار بتاعها عقد مسجل اللي هو العقد الاخضر وتروح تنقل التكليف باسمها عادي جدا ما فيش اي مشكله. محدش يقدر يعرضها ولا يقول لها لا. طب كلمه انت بتحلمي دي يعني هو ايه؟ عشان هو الموظف اعتقده ان محدش يعرف يسجل في بولاق. اه. طب وفي حد يعرف يسجل في بولاق؟ اه عادي جدا القانون 9 اجازه التسجيل في بولاق الواقعه الماديه. ما هم بيقفلوها ليه في وش الناس؟ لا لا في موظفين مش يعني اقول لحضرتك على حاجه برضو. تشتكي لمين لو لقيت نوعيه الموظف ده؟ تروح لمين يا استاذ زاهد؟ إيه تروح لرئيس المأموريه بتاعته. ولو رئيس المصلحه ولو رئيس المأموريه ما حلش وزميله تطلع للمصلحه نفسها؟ المصلحه نفسها تلقي الشكاوي احنا في نكتر ارقام في وزاره الماليه. بيتم التعامل معاهم. بيتم التعامل معاهم مباشره. تمام. طيب حضرتك كنت عايز توضح لي برضو سريعا فكره المجتمعات العمرانيه. المجتمعات العمرانيه دلوقتي المجتمعات العمرانيه ماشيه بنظام القانون 27 وده برضو قانون جديد وكويس، هو صدر في 2018 قانون حلو جدا وبتسجل فيه كمان باسرع وقت يعني. تمام. فالمفروض مده الطلب 15 يوم. تمام. قبل 15 يوم انت طلبك بيكون مشهر وجاهز. يعني انت بتجمع مستنداتك وبتروح تقدم هناك. وبرضه كان في موضوع شهاده المخالفات اللي كانت معقده الدنيا والحمد لله وزاره العدل تعاملت مع الموضوع وطلع منشور فني بالغاء شهاده المخالفات بيكتفي بتقديم رخصه. فبرضه المجتمعات العمرانيه الدنيا تسهيلات كويسه جدا دي. تسهيلات حلوه جدا يعني 15 يوم بتبقى بتاخد عقد مسجل. وده على فكره ده على ارض الواقع مش يعني مثلا لو هنتكلم على قانون 9 هنقول ان في تجاوزات على 37 يوم بسبب الضغط اللي بيبقى في الماموريه وان الطلبات بتبقى كتير. فلما لقوا الموضوع كده نزل بمنشور فني قال فيه حاجه كويسه جدا. قال فيه ان المده مده تنظيميه ولكن طول ما الطلب ما فيهوش مشكله لا يتم رفضه بالنسبه للقانون 9. تمام. بس ف حاجه كويسه جدا. التجمعات العمرانيه كلها كويسه. استاذ ديفيد كنت حضرتك بتقول لي برضو ان في بعض الجهات والاماكن الاخرى اللي سهلت الاجراءات ويسرت الاجراءات، بعد عايزين برضو نعرفها للناس عشان الناس تبقى عارفه التعامل معها سواء مباشره او من خلال الابلكيشن مصر الرقميه او الحاجات. مظبوط يا فندم. يعني يا فندم في طبعا بعض الجهات جهات كتير جدا دلوقتي بقت شغاله بالنظام الرقمي والتكنولوجي. مثال مثلا يا فندم المرور تبع وزاره الداخليه، السجل المدني زي ما قلنا، الشهر العقاري، السجلات العسكرية. يعني هضرب لحضرتك مثال بالنسبة مثلا للسجل المدني، أنا ممكن دلوقتي محتاج شهادة ميلاد من أي مكان في مصر، من أي مكان يا فندم في الجمهورية، هروح هتوجه لماكينة السجل التجاري الموجودة بختار نوع المعاملة بالرقم القومي بتاعي، بطلع أي عدد مستخرجات أنا عايزه زي مكنة الـ ATM زي مكنة الـ ATM نفس الفكرة بالظبط يا فندم. أنا بختار نوع المعاملة اللي أنا عايزها والرسم الرسوم بتاعتي بدفعها من خلال المكنة بتطبع لي الشهادة بتاعتي سواء كانت وفاة قيد عائلي شهادة ميلاد، ده بالنسبة للسجل المدني وطبعا وأمور عدة أخرى يعني. حتى محطات مترو الانفاق بقى فيها انك تحط فلوس تاخد التذكره يعني بقى في حاجه بعض المحطات بعض المحطات في الخط في الخطوط الحديثه يا فندم دلوقتي بقت انك تاخد التيكت بتاعتك ومايك. بالنسبه مثلا للسجلات العسكريه كنا مثلا يا فندم نسمع ان مثلا حد خلص طبعا وتروح بقى وتقف في المعسكر بتاعك يا فندم. انت مثلا دلوقتي اخدت مثلا شهاده الاعفاء بتاعتك ورحت، الشهادة دي دلوقتي مثلا ضاعت منك او انت محتاج مستخرج او اتنين او تلاتة. أيوة. في كذا امر. حضرتك دلوقتي بتدخل وزارة الدفاع عملت ابليكيشن انك بتدخل بالبيانات بتاعتك والرقم الثلاثي بتاعك اللي بيبقى في شهادة الميلاد اللي هو الرقم العسكري. بتدخل تعمل يا فندم مستخرج من شهادة اعفاء، من تأجيل، من اي نوع من شهادة اداء الخدمة العسكرية، تصريح سفر. يعني مثلا في ان انت كنت بتبقى خلصت الخدمه العسكريه بتاعتك وانت مسافر بره، فلازم انت لسه على قوه الاحتياطي، فكنت يا فندم بتحتاج تصريح سفر فكنت بتضطر انك تروح المعسكر وبتقضي يوم وممكن اتنين وتلات. دلوقتي لا يا فندم، بتدخل حضرتك على الابلكيشن تقدم تكتب تختار المعامله اللي حضرتك عايزها، بتجيلك لحد اقرب اسم شرطه ليك، كل اسم شرطة يا فندم في مكتب من اسم في مكتب تجنيد تبع للتجنيد. يعني مثلا انا في 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 مدينه نصر. فبطلب مثلا ان انا عايز شهاده مستخرج من شهاده الاعفاء وتصريح سفر. تمام. بس خلال يا فندم بدفع الرسوم من اونلاين برضو، يا اما بالفيزا يا اما مثلا عن طريق خدمات الدفع الالكتروني. وبتجيلي خلال من اسبوع ل 10 ايام بحد اقصى
فاقرب فاقرب ما اروحش، مش محتاج انا اروح الاسم عشان خالص اطلاقا يا فندم اطلاقا، دي خدمه كويسه اطلاقا. دفع مخالفات المرور مثلا يا فندم بالنسبه مثلا للمرور، انا مثلا عندي عربيتي وعايز اجدد رخصه بس ده مش في حاله الفحص يعني في حاله ان انا هجدد رخصه بس هجدد انا ادفع واخلص ورخصه تجي لحد البيت. حضرتك انا بدخل على وزاره الداخليه بفتح الابلكيشن انا عليا مخالفات وليكن بقد كده بدفع ده بخلص اطبع شهاده البيانات بتاعتي اجدد اعمل طلب تجديد الرخصه وبتتبعت لي يا فندم مع البريد. تمام. طيب احنا برضو معانا بعض المداخلات لمشاهدينا برضو ناخدها ونرجع نكمل حديثنا. معانا مين يا جماعه؟ استاذ انطونيوس من القاهره. استاذ انطونيوس مساء الخير. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام يا فندم. يعني سلام كل الضيوف اللي عندك. اهلا بيك. نسمع اتفضل يا فندم. الشعر العقاري بيبيع للناس التنكوش ليه يا فندم؟ التسجيل انا من سنه 2022 اول ما نزل القانون رحت قدمت على التسجيل ثلاث حاجات. تسجيل عقار ولا تسجيل ايه؟ عماره الارض بتاعتها واخدها من المشروع. أيوة. يعني من الجهاز بتاع الدوله. لغايه النهارده ما اتسجلتش. لغايه النهارده؟ طيب هل حضرتك يا استاذ انطونيوس لغايه النهارده ما اتسجلتش؟ طيب مستنداتك، خلينا برضو نتكلم خطوه خطوه عشان نشوف المشكله فين. مستنداتك كانت كامله المطلوبه للتسجيل؟ مستندات كامله. ابتدينا الاول قالوا لنا اعملوا رفع مساحي، قدمنا على الرفع المساحي بتاع العماره. بعد ست اشهر ردوا علينا تاني لا اعملوا لنا رفع مساحي للارض. عملت رفع مساحي للارض. رفع مساحي للارض. بعد كده لغايه دلوقتي يقول لك في خطا فني في السيستم. ده مين اللي بيقول لك؟ الموظف ولا حضرتك رحت اشتكيت لحد اعلى؟ الشعر العقاري. ورحت رمسيس علشان الاداره المسؤولين. قالوا لي هنحل الموضوع وبقالنا ثلاث اشهر مفيش اي حل. لسه كنت امبارح هناك برضو نفس الكلام. تمام تمام يا استاذ انطونيوس. الطلب بتاعك واعمل طلب جديد. طيب هنشوف يعني هنرد على حياتك برضه عشان ندي فرصه للساده المشاهدين لو حاجه تانية هنرد على حضرتك مع الاساتذه المحامين. معانا استاذ صفوت من القاهره. استاذ صفوت مساء الخير. مساء الخير يا استاذ شنودة. مساء الخير عليك وعلى ضيوفك الكرام. اهلا بيك يا استاذ صفوت. اهلا بيك. انا ليا بس استفسارين. اتفضل يا فندم. سؤال من شقين. اتفضل. حضرتك اول سؤال عايز اعمل اثبات تاريخ لعقد ايجار قديم. قبل 96 قبل قانون الايجار الجديد في 96 وده اول شق لو هي شقه ايجار ليا. حضرتك عايز تعمل اثبات تاريخي. والشقه الثانيه اللي هي خاصه ايجار برضو لشركه. برضو اثبات تاريخ ايجار قديم. ايجار تاريخ ايجار قديم برضو. يعني واحده شقه سكنيه والثاني لشركه. بالظبط. طيب هنرد على حضرتك يا استاذ صفوت. شكرا يا استاذ صفوت لمداخلتك. طيب خلونا نتكلم في البدايه استاذ ايهاب. الاستاذ انطونيوس والشهر العقاري كل شويه يطلعوا له حاجه ومش عارف يسجل وايه الاشكاليه دي؟ هي الاشكاليه بتبقى موضوع الرفع المساحي كان برضو كبدايه في شويه اخطاء. فاخطاء الرفع المساحي دي بتوقف الدنيا في السيستم. ولكن الشهر العقاري دلوقتي بيحاول يحل يعني اي منظومه بتبدا جديده لازم يبقى فيها بعض المشاكل. فبعض المشاكل دي بتتحل مع الوقت. يعني هو في بعض المأموريات الكبيرة الرئيسية بيبقى فيها موظف اي تي اصلا موجود جوه المأمورية بيحاول يتعامل مع المشاكل دي. يعني في مشاكل خفيفة بتحل من موظف الاي تي. ولما يفضلوا يقولوا له هات واعمل واعمل هو حضرتك هو بيسجل كامل الإدارة هو بيسجل كامل الارض وبناء. فكامل الارض وبناء بيعمل رفع مساحي للارض ذات نفسها. وبيعمل رفع مساحي للمباني. فده امر بديهي بالنسبة للشهر العقاري. وبيتسجل عادي ما فيهوش مشكله. ولكن فلنفترض ان في مشكله في الرفع المساحي اللي هو عمله. في الحاله دي مش هينفع يدخل طلبه. طب فلنفترض ان طلبه متعارض مع طلب تاني دخل على السيستم. الفتره دي وزاره العدل وشؤون الشهر العقاري بيحاولوا يحلوا المشكله بتاعت في تعرضات في استرج اي دي بالنسبه للرفع المساحي بيحاولوا يحلوا المشاكل دي. تمام. فهم برضو مش يعني هم مش واقفين في الموضوع لكن هم الناس بتجاهد ان هي تحل المشاكل اشكاليات يعني بيحاولوا يتغلبوا عليها. بالظبط كده. بس بتبقى ساعات في حاجات خارجه عن
عشان برضو الحفظ الملكيات او كلام، فلازم يتاكدوا من اكتر حاجه عشان ما يقومش نزاع عليها بعد. بالظبط، في يعني في الواقعات الماديه بيبقى في حاجه اسمها حوكمه. تمام. حوكمه اصول الدوله. ان هو لازم يبعت لحوكمه اصول الدوله ترد عليه تقول له دي ارض دوله. تمام. ولا مش ارض دوله. تمام. طيب استاذ ديفيد، نرد على المشاهد الثاني اللي كان بيقول على تسجيل او تقريبا حاجه خاصه، عفوا، عايز يعمل اثبات تاريخ لعقد ايجار شقه واحده شركه. ايه بقى اللي بيتم قبل 96؟ قبل انا فاهم يا فندم. هو يا فندم طبقا لنظام قانون الايجار القديم، هو الاستاذ صفوت هياخد عقد الايجار القديم بتاعه وهيتوجه للشهر العقاري. بس المفروض ان هو يبقى العقد ده مدته يعني كانت معمول من امتى؟ دي نقطه برضو انا يعني هو ما وضحهاش. بس يا فندم هو الاجراء عامه، هنتكلم في الاجراء الطبيعي، هيتوجه لاداره مديريه الشهر العقاري الطابعه للنطاق الجغرافي اللي فيها الشقه. بالظبط كده. طبعًا. يعني لو حضرته مثلا من مكان معين لازم يروح للشهر العقاري بتاع المكان المعين. بالظبط كده. تمام. اتفضل استاذ ديفيد. بالظبط كده، هيتوجه لاداره الشهر العقاري وهياخد معاه لو طبعا المؤجر موجود يبقى ده تمام. وهيعمل فندم اثبات تاريخ على العقد. تمام. ويتعامل عادي، الموضوع امر طبيعي جدا بسيط يعني. تمام. معامله بسيطه يعني ما فيهاش مشكله خالص. نفس يعني الكلام. دي ما فيهاش اي اشكاليه. تمام. طيب انا عايز في النهايه، عشان احنا تقريبا باقي لنا اقل من دقيقه في ختام هذا الحديث، برضو يعني حاجة من حضرتك يا أستاذ إيهاب للمواطنين، نصيحة في التعامل مع المصلحات أو المصالح عفوا التابعة لوزارة العدل، وبرضو هسمع من أستاذ ديفيد. النصيحة للمواطن، أعرف حقك وما تضيعهوش. يعني أعرف أنت إيه حقوقك وإيه واجباتك، وطلب وطالب بحقك، ما تسيبش حقك دي. وخليك وراء، يعني لو الموظف عكر لك حاجه اطلع اطلع اشتكي، ما فيش مشكله. لو الاداره حتى طبعا. لو الاداره بتاعته، حتى لو مكتب جنوب اللي هي الاداره العامه للشهر العقاري، عاده بيرجع الحق يعني بياخد يعرف. يا فندم ما فيش عندنا مشكله، اي شكاوى بتروح هناك بيتم بحثها وبيترد عليها. تمام. رد قانوني. تمام يا استاذ. استاذ ديفيد. يا فندم، هو زي انا طبعا مش هضيف حاجه على الاستاذ ايهاب قالها، هو فعلا اعرف حقك وما تضيعوش، وان برضه فندم التطور التكنولوجي اللي حصل المواطن ليه دور. يعني انا برضه بطالب المواطن انه يبقى مطلع زياده وعنده فكره التطور التكنولوجي برضه، علشان لما يروح المصلحه الحكوميه يبقى هو والموظف ايد واحده، يعني يساعدوا بعض. كلنا يا فندم علينا ادوار، كل واحد الموظف عليه دور والسيستم عليه دور، بس طبعا لو مش واقع موجود ما يبقاش الموظف مش موجود. مظبوط يا فندم. يبقى الموظف عليه دور لو موجود، والسيستم يبقى عليه برضو دور سهل لو مش واقع. والعميل او المواطن برضو عليه دور ان هو يبقى برضو مطلع وعارف ال 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 دوره هيبقى ايه. بس وبكده يعني كلنا هنبقى مستفيدين. يعني المشكلات الصغيره دي والحاجات اللي هي بتعرقل هذا التطور اللي بتشهده مصر نقضي عليها، سواء نقص موظفين، تطوير موظفين، تطوير الاجهزه بتاعتنا، الشبكات، الكلام ده كله. شرفتونا ونورتونا استاذ ايهاب عطله، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله والمتخصص في الشهر العقاري، شرفتنا. يا اهلا وسهلا بحضرتك، ربنا يخليك. استاذ ديفيد عادل فاروق، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله، شرفتنا. شرفتونا ونورتونا. شكرا. شكرا. دي كانت حلقتنا النهارده عن التعامل مع بعض الموظفين في الجهات الحكوميه رغم ما تشهده مصر من تطور رقمي وبعض الاشكاليات اللي الناس بتواجهها. طبعا ركزنا اكتر على وزاره العدل والشهر العقاري، ممكن يكون في بعض الاشكاليات في حاجات تانية هنتعرض لها. وزي ما بنقول لحضراتكم، احنا زي ما بنتكلم على السلبيات بنشيد بالايجابيات عشان الصوره في بلدنا تبقى كامله وحلوه، والمواطن يلاقي خدمه تليق بشكل البلد او بالتطوير اللي بيتم في البلد. بكره ميعادنا هيتجدد مع حضراتكم في تمام 8 مساء، وننتظر إعلان رئيس مصر الجديد، والأهم كمان أو المهم مع إعلان رئيس مصر الجديد التحديات التي تواجه مصر وتواجه رئيس مصر في الفترة القادمة، وهي الأخطر في التاريخ الحديث. انتظرونا بكرة في تمام 8 مساء. تصبحوا على ألف خير.